وأشار المتحدث إلى أن المدينة الرقمية تعنى بالجانب البيداغوجي والتكويني، البحث العلمي، الابتكار، المحيط الاقتصادي، مع الاستفادة منه في تربصات وتمويل المشاريع البحثية، فضلا عن ربط الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، مبرزا أن الرهان يكمن في تعميق الذكاء الاصطناعي. من بين الرهانات التي تكلم عنها السيد رئيس الجمهورية وكذلك السيد وزير التعليم العالي، وهو رهان الذكاء الاصطناعي، يعني أنه يجب للجامعة أن تهتم بهذا الجانب الذي طغى عن تقريبا جميع الميادين على المستوى العالمي، حيث أنه العديد من المهن مستقبلا سوف تنقضي ويدخل فيها ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن هذه السنة 2023 ستكون سنة للذكاء الاصطناعي، من خلالها تم تدشين الدار الوطنية للذكاء الاصطناعي. الدار الوطنية للذكاء الاصطناعي معناها أنها ليست دار تابعة لجامعة الجزائر واحد فقط، بل يستفيد منها كل الجامعات، كل الطلبة، كل الأساتذة، العمال، حتى تلاميذ الثانويات أو حتى عموم الناس المهتمين بالذكاء الاصطناعي. معناها هذه الدار ستكون منبر للإبداع، منبر للإبداع لكل من له مكنونات في هذا الإطار، في إطار الذكاء الاصطناعي.